الحقيقة الكاملة أن العرب سلموا العراق على طبق من ذهب إلى أمريكا، وأمريكا سلمت العراق على نفس الطبق إلى إيران. ما نقدمه ليس سرداً لتفاصيل سيرة شخصية، بل هو عرض لأيام كانت من قبلهم كباقي الأيام، لكنها قبل أن تغادرهم غيروا في مساراتها. قلت لهم قنابلي مفتوحة، افتح الباب بقول لك، إذا ما بتفتح بعد لك تلاقي بفجر الطيارة. قلت هذا الكلام بس بصوت عالي كتير، وراي في معركة إطلاق نار. هم شهود على ما جرى ووراء ما نحن فيه الآن، ولهم أثر فيما سيجري. جمال عبد الناصر بدأ المعركة، هو بدأ فعلا. أنا أعتقد إن ما كانش فيه استعداد كافي، أو بمعنى أدق ما كانش متصور إنها تحصل حرب. مرت بهم أحداث جسيمة فما هزت من بأسهم، بل أحدثوا فيها هزة مقابلة. الشعب عموما في رأيي يتخذ موقفا ما من النظم القهرية هذه، ولكن هذا الموقف لا يترجم مباشرة في انتفاضة أو ثورة، وإنما تظل النفوس محتقنة. هم صناع الحياة، وليست حياتهم إلا مجموعة قراراتهم. الحقول المشتركة يعني هذا نعم أكذوبة، لأنه البعض وخاصة خلال السنوات الأخيرة أراد أن يعطيها بعد أكبر بكثير لصالح إيران. كانوا وراء مراسيم وإرادات غيرت الأزمات التي عاشوها وأثرت في حيوات أجيال لاحقة من بعدهم. اكتشفنا أنه إسرائيل أقوى مما كنا نتوقع، اكتشفنا أنه العرب أضعف مما كنا نتوقع. لهيب الأحداث أوجد رجالا يستدعون للنجدة، فالأزمات تصنع الرجالات، والرجالات بناة حضارات. فلان الفلاني سلسلة حوارات مع صانع قرارات على الشرقية.